السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا سمك مشوي. السمك المشوي ده يا جماعة ده يعني أساسي في أي مكان في مصر. يعني السمك المشوي ده الناس تحب السمك المشوي جدا، بيقوموا حاطين عليه شوية ردة ديت ايه دي النخالة بتاع الدقيق بتاع القمح، مش النخالة بتاع الرز. النخالة بتاع الرز دي اسمها ايه؟ اسمها مش الردة بقى، اسمها ايه؟ النخالة بتاع الرز اسمها ايه يا حاج؟ الرجيع، اسمه رجيع. النخالة بتاع الرز ده رجيع، ده لا مؤاخذة بياكلوه للحيوانات، انما الردة دي يعني صحية جدا، اللي هي القشرة بتاع القمح. وهنا طحينة سلطة رز، وانا خدت خل التفاح قبل ما اكل. تمام، وهنبدأ بالسلطة زي ما احنا ماشيين، وعايزكم تفضلوا مستمرين في اللي انتم ماشيين فيه. انا بدأت احس بهدومي، طبعا مش في احسن حال، بس الحمد لله يعني ربنا يعطينا الصحة وخلاص. هنبدأ بقى كده بشوية السلطة ناكلهم. كوباية خل التفاح وفيها معلقة خل يا جماعة، سحر سحر الجهاز الهضم كله، سحر الجهاز الهضم كله. عايز اقول لكم بقى، بنقشر احنا اللي في مصر هنا، بنقشر القشره دي، لان دي اللي هي الاهل. شوفوا تقشروها كده او ما تقشرهاش، في ناس بتاكلها كده يعني كده. شوفوا القشره اللي هي الايه الغده دي، بنحطها عشان ما تلزقش، عشان ما يجي نشويها في الفرن كده بطريقه معينه عشان ما تلزقش. وفي ناس بتاكلها، تاكل القشره دي زي ما انتم شايفين كده، بقشرها كده. انا احيانا كتير ما بقشرهاش اهو. شايفين طبعا السمك بيتغسل زي ما هو، وبيقوم ايه معمول في غضة كده وايه نار. طبعا السمك اتعمل ب 500 نوع، ممكن تعمل صينيه، ممكن تعمل مقلي، ممكن تعمل حاجات كتيره جدا. ممكن تعمل صينيه بالبطاطس، ممكن صينيه بيضة وصينيه حمراء بالطماطم كده يعني. الرز ده فخامه قوي. خليكم حذرين من العرض. سمكة حلوة، السمكة دي حلوة يا جماعة، السمكة دي حلوة. ما التلات سمكات كده، التلات سمكات كيلو يا جماعه. السمكه ما شاء الله قد ايه،
اهو عشان تجيش من عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. لا سمكة حلوة يا حاج. احسن اكل تاكله يا جماعه السمك المشوي ده، صحه جدا. انا بحب السمك المقلي. الديل بقى ما بقاش فيه عظم خالص. سمكة حلوة يا أم سعيد. ها؟ سمكة حلوة. قولي يا أم سعيد يا جماعة ربنا يشفيها. مش مهنجة كده. وأنا والله كمان. رز ايه ما حصلوش يا جماعه. الطريق ده عملته انا بنتي، ربنا يصحها لها ويهديها نرجع كل ايامها سعاده وايام كنت كمان. بينا كم دقيقة يا حاج؟ أحسن بروتين تاكلوه السمك ده. شوفوا يا جماعة، تعالى أطول عليكم. اللي ماشي معايا في نفس النظام ده يعرفني وصل لفين. الموضوع طبعا عايز صبر يعني. يعني ان شاء الله النتيجه هتلاقيها، هتلاقيها ان شاء الله. انا لقيت النتيجه، بدات الاقيها ضعيفه اي، وانت قلت لي في التعليقات ان انت وشك بان عليه. انا مش عايز وش بس اللي يبان عليه، انا عايز كل جسمي يبان عليه والبس هدوم من تاني. يبقى انا مبسوط جدا. يعني انا ما بعملش رجيم، انا بنظم الاكل زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات. انا مش عامل رجيم، انا عامل تنظيم لطريقه ان انا ازاي اكل. وربنا يوفقنا جميعا، لان كلمه رجيم دي تقيله، تقيله عليك انت. انت قاعد كده مفكر ماشي نفسك ايه، اكنك ماشي بقواعد
مزهقات، الواحد بيحب يعيش حر، يحب ان هو ياكل بحريه، يمشي بحريه، ما بيحبش ان هو يقيد نفسه بحاجات يرجع بعد كده يزهق منها. انا باكل عادي خالص اهو، ما انا اكلت كل حاجه قدامك اهو. اكلت طبعا السمك ده يعني لا يعتبر ما فيش فيه اي حاجات ممنوع، يعني عمره ما في حد هيمنع السمك ده ان ياكله. السمك ده حاجه جميله جدا، حاجه خفيفه جدا عليه على صحتك وكده. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم فيديو جديد، وانصحكم ان انتم تشتروا تفاح. اشتروا تفاح يا جماعه، التفاح من اجمل الفاكهات اللي تاكلها، صحي جدا، بيريح المعده جدا، وبيساعد كمان في النظام اللي انت هتعمله ده. يلا اشوفكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم.